السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على قناة موسوعة وصفات طبيعية. اليوم إن شاء الله وبحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لتبييض الوجه وإزالة الحبوب وآثاره. أولا وفضلا، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب، لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، وشكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على المكونات الطبيعية المكونة من لهذه الوصفة. فهذه الوصفة تعد وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لإزالة حب الشباب وآثاره والبثور كذلك، وأيضا تعمل على تفتيح لون البشرة بشكل جيد جدا. فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة، فهو زيت الأرغان أو الأركان، فهو من الزيوت الطبيعية الفعالة جدا جدا للبشرة، فهو يعمل على تنعيم البشرة وترطيبها كذلك، ويحميها من مشكل جفاف البشرة، وأيضا هو مفيد جدا للبشرة الجافة، فهو يحميها من مشكل جفاف البشرة، وأيضا يعمل على تفتيح لون البشرة ويزيل التصبغات وكذلك البقع السوداء والبثور وآثار حب الشباب، ويحد من ظهور حب الشباب كذلك. ومفيد جدا لكل من تعاني من ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الرقيقة التي قد تتواجد حول العينين وحول الفم كذلك. أما المكون الثاني في هذه الوصفة، فهو أي كريم لديك تستخدمينه للوجه. فهنا لدي كريم نيفيا، فهو أيضا من الكريمات المفيدة جدا في تفتيح لون البشرة، وكذلك يعمل على تنعيم وترطيب البشرة. ويمكنك أيضا إضافة مكون ثالث إلى هذه الوصفة، وهو عصير الليمون. إذا كانت بشرتك غير حساسة من عصير الليمون، أو يمكنك أيضا إضافة عصير البرتقال إذا كانت لديك بشرة حساسة. فأيضا عصير البرتقال أو الليمون، فكلا هذه العصائر تعمل على تفتيح لون البشرة وتغذيها من العمق، وتحد من ظهور حب الشباب، وكذلك تزيل آثاره والبقع السوداء والتصبغات كذلك. أما طريقة تحضير هذه الوصفة وطريقة استعمالها فهي جد سهلة وبسيطة. فسنأخذ القليل من الكريم، أي كريم خاص بك، تضعينه على وجهك بهدف الترطيب. تقومين بأخذ ملعقتين من أي كريم يتوفر لديك، ثم تضعين عليه ملعقة صغيرة من زيت الأرغان أو الأركان، فهو متواجد جدا في المغرب، ويسهل عليك الحصول عليه من خلال المتاجر الخاصة بالتجميل. تقومين بخلط هذه المكونات جيدا، وكما قلت في الأول يمكنك إضافة أيضا عصير الليمون إذا كانت بشرتك غير حساسة، وإذا كانت حساسة يمكنك استبدال عصير الليمون بعصير البرتقال، تأخذين أيضا منه ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو البرتقال، وتقومين بخلط جميع هذه المكونات جيدا إلى أن تتجانس. أما فيما يخص طريقة استعمال هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو غسل وجهك جيدا بالصابون أو الغسول الخاص بك، ثم تقومين بتنشيفه جيدا ووضع الكريم قبل النوم بشكل يومي لمدة أسبوع كبير كامل. فالأسبوع الأول تقومين بوضع هذه الوصفة يوميا قبل النوم، وفي الصباح تقومين بغسل وجهك جيدا والتخلص بشكل كامل من هذه الوصفة. ويستحسن ويفضل أن تقومي بوضع واقي الشمس إذا كنت من العاملات يخرجن خارج المنزل بشكل يومي، يجب عليك وضع واقي الشمس، وذلك لأن هذه الوصفة لا يجب وضعها والتعرض للشمس بشكل مباشر.
وأما في بعد مرور الأسبوع الأول من استخدام هذه الوصفة، فيمكنك استعمالها من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع إلى أن لمدة شهر بالكامل. فبعد مرور الأسبوع الأول من استعمال هذه الوصفة، ستلاحظين أن لون البشرة تغير بشكل جذري وأصبح أفتح من بالمقارنة مع السابق، وكذلك البقع والتصبغات قد قلت بشكل كبير جدا، وأيضا تم التخلص من حب الشباب بنسبة كبيرة جدا. كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بتبييض الوجه وإزالة الحبوب والتصبغات والبثور وآثار حب الشباب كذلك. أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آرائك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة، يمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو، لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعم الفائدة. وشكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.